الملعب. إذا محاولة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي ديك لحظة انطلاقة قوية تمر ارتجال مربع العمليات وضرب الجزاء ضربة جزاء وأعلن الحكم لصالح فريق الرجاء البيضاوي وشهد شهيد ذكاء من رابح أنه في جبهة حظ وكل طيب يحاول في جيج وحفة المزاجية اليابا يحاول يقرر بالفعل ما كيش تسلل والهدف إذا الكرة ضائعة والهدف الهدف الثاني ربما حارس حمد الهدف جاهب وراح العارضة من الكرة وبالتالي تكون هذه الثانية محاولة